هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. طبعا اللي هيكسل يستاهل، واللي هيسمع الكلام هيبقى في الامان. اكيد لو ناويه تذبحي طير لازم تعملي الاربع خطوات دول بالظبط. اربعه بالظبط. نمره واحد، غطي ايدك بكيس او جوانتي وحطي حاجه على مناخيرك. نمره اتنين، لازم الذبح يبقى جوه حله او بستله او طشت وسيب الفراخ فيها وغطيها. اوكي اوكي. ثلاثة، بعد ما تخلصي ذبح لمي الريش والفضلات في كيس وحطي عليهم حبه كلور. نمره اربعه، النظافه يا اختي من الايمان، اغسلي ايدك بالميه والصابون. الصابون. طيورك لو تبان لك غلبانه وطيبه لكن شايله فريشه العدوى المرعبه، اغسل ايدك ولبسك بالميه والصابون واغلي الفراخ كويس خليك في المضمون. مرض انفلونزا الطيور خطير ومعدي، خلي بالك. لم الريش جوه كيس، حاسب لا تروح في تيس. أوه.